الله 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 يا سيادي على نخوة شباب المغرب ولادي اللي متشبتين بشهامة وجذور جدادي. هادو هما المغاربة، هادو هما المغاربة، رجولة وكرامة وتحدي، ما يرضاو لا بالإهانة ولا التعدي. وعبر التاريخ، عبر التاريخ بناو دولة المغرب بلادي. الأدارسة، المرابطون، الموحدون، السعديون والشرفاء العلويون اللي زادوا في تألق وعظمة بلادي. وديما يا ولادي يا المغاربة الحرار، يا رمز الشهامة يا أبطال، المغرب يبقى أرضي وبلادي. نمشي وفلكفو في السلامة، الله والنبي والقرآن معانا، الله والوريقي سبقانا، الله والوريقي سبقانا، إلهي حتى تكون باغي جبارة يا سيدي. وعلى كنتواجدوا في أكاديمية تشيبو بمناسبة عيد استقلال المجيد، اللي بحيث قمنا بواحد دوري مصغر فريق جيل المستقبل مع فتيات أكاديمية تشيبو. وبهذه المناسبة السعيدة درنا واحد الشراكة، هذه الشراكة ما بين الفريق جيل المستقبل وكذلك أكاديمية تشيبو، اللي الهدف ديالو هو التعاون ما بيناتنا وكذلك تأطير وتكوين الناشئة من أجل توسيع القاعدة لكرة القدم النسوية في المغرب. وبهذه المناسبة كنشكر رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم السيد فوزي القجع على الاهتمام ديالو والمجهودات اللي كيقوم بها لكرة القدم النسوية. والحمد لله اليوم كما كتشاهدوا واحد الجو ريادي بامتياز، وإن شاء الله سيتم كذلك عقد شراكة ما بين الأكاديمية والمدرسة جيل المستقبل لكرة القدم النسوية، ونتمنى يكون حفل مميز إن شاء الله. بمناسبة تخليد المغرب للعيد المسيرة، قمنا بواحد النشاط رياضي لفائدة فتيات نادي شيبو لكرة القدم مع نادي الجيل الجديد طنجي، ومن خلاله قمنا بتوقيع شراكة، شراكة توأمة ما بين الفريقين اللي غادي تصب اللي غادي تكون اللي غادي تخدم التكوين والتأطير والتعاون في هذا الميدان هذا. وشكرا. اليوم لإحياء ذكرى ديال عيد الاستقلال، الأكاديمي ديال شيبو كتنظم برفقة ديال جيل المستقبل تظاهرة اللي كتحمل طابع كروي، ضياتها كتحمل الكرة النسوية ذات الرسالة النبيلة أن الكرة أخلاق. وثاني حاجة كنتقدموا بشكر جزيل باسم جميع اللاعبات البشرى حمانو رئيسة جيل المستقبل وكذلك الأستاذ شيبو صاحب الأكاديمي، وكنشكرهم كاملين على الاستضافة ديالنا لإحياء هذه الذكرى هذه الجميلة. شكرا. Pour moi, Chipo, c'est ma deuxième maison. Aujourd'hui, on fête la marche verte ensemble. On a la chance d'avoir une équipe qu'on a accueillie pour jouer ensemble. On s'est bien amusé. On est dans une équipe pleine de motivation. On avance ensemble. On est prêt à tout. J'ai des coachs merveilleux et un directeur merveilleux. On a beaucoup de chance aujourd'hui.